أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.